مشاكل الزمالك بقى كريم، من ضمن مشاكل الزمالك الكبيره في اللقاء، هو في حاجات انت بتعملها بتفيدك تكتيكيا بس في نفس الوقت بتضرك في حاجات تانية. دايما الكوره بيبقى لها الوجهين، انت بتعمل حاجه زي ان انت بتاخد فتوح من الظهير الايسر بتحطه في الوسط كارتكاج بتستفاد من كورته والحاجات اللي تم عزل مصطفى شلبي تماما. هو اليوم ده ما كانش من افضل الايام لشلبي على جميع المستويات. عدم وجود اي مسانده ليه ولا اي اوفرلاب وكان منعزل تماما. تعالى نوري الناس شلبي كان عامل ازاي في الجبهه اليسرى، كان اشبه بيعني ان هو وحيد وسط ثلاثه من انبي بيضغطوا عليه، فكانت كل قراراته بص الكره دي مثلا، وشوف شوف الضغط عليه عامل ازاي، اتنين قريبين منه. مهما كان مستوى مصطفى شلبي ما كانش كده، حاول يكسر لجوه هتلاقيه رايح للزحمه. مفيش حد هنا بيعمل معاه اي اوفرلاب يا كريم ولا بيروح له خالص. ودي طبعا كره الجون اللي كابتن كريم كان بيتكلم عليها اللي انتهت بالهدف، انعزال تام لمصطفى شلبي في الجبهة اليسرى كانت مخليه دايما وحيد مش قادر يخلق اي خطورة. عكس بقى الجبهة اليمين، تعال نشوف الجبهة اليمين في الشوط الاول، عشان كان فيها المسلوسي بيتحرك مع شيكابالا مع عمر جابر، هي دي الجبهة الوحيدة اللي الزمالك خلق منها نوعا ما من انواع الخطورة. وحوريك لقطة بقى لمصطفى شلبي يعني هتكون من الحاجات اللي يتلام عليها قوي. يعني بص المسلوسي ادي واحدة، بص المسلوسي تاني هيطلع في التانية اللي هو الهيد اللي عمله اوباما بس يعني ما ركبش الكره بشكل كويس كده. اتنين، بص هنا الكره اللي المفروض كان الزمالك يلعب عليها كتير دي الكره بتاعت شيكابالا، دي كده ثلاثه، ثلاث كرات مخلوقين من المسلوسي محققين خطوره. انا عايز بقى الكره الرابعه دي نقف، انا عايز الناس تركز معانا، هي عرضيه. وقف لي بس اما كريم، بص ماشي كمل معلش، هو شلبي مش باين بقى تحت، شايف الراس دي؟ بص شلبي وقف لي هنا وارجع لي ارجع لي ثواني صغيره لما المسلوسي بيرفع الكوره. هو باي منطق ان الكوره بتتحضر من ناحيه اليمين يا كريم وكابتن كريم ان الانسايد الف ب لازم يضم، ده لازم يضم، ده واقف جنب الجهاز الفني بتاع انبي. لا يعني كملها كملها، ده في حاجه كمان ده راجع ماشي حاجه. برافو عليك برافو عليك يعني انت ما ضمتش كملها وبتتفرج. الجول الوحيد اللي جاب مصطفى شلبي في الدوري في سموحه لما ضم جوه، لما ضم صحيح. انا بسال سؤال، الكره دي هتجي لك ازاي هنا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ على فكره هو مش باين في اللقطه، دي راسه بس اللي باينه هنا، انت ازاي هنا؟ انت ازاي هنا؟ بيتفرج وبص جوه كام، 4-1. طبعا ما هو لازم مصطفى شلبي يبقى زايد، حتى المساك بتاع انبي اما هيستلم الكوره تلاقيك في ظهره مخوفه. كمل كمل كمل. هو كهربا ليه يا كريم؟ يعني كان مثلا جايب قرب ال 40 جون. بص هنا الكوره عامله ازاي؟ بص هو بص عشان سلو موشن. بس بيجري اللعيب، بيجري عمر جابر بتاع اللي بيضغط على الكره ده. على فكره اللقطه دي لو كملت هتلاقي ماشي في الشوط اللقائي بس ماشي. عشان هنا هو مصطفى شلبي كان موطي كان واقف موطي والكره بتتلعب فعليا. يعني الناس لو رجعت للدقيقه 38 في شوط المباراه هتلاقي الكره بتلعب يعني من المسلوسي. ما اعتقدش ان هو كمان يكون تعبان في الوقت لا لا لا، سليم مكمل المباراه لغايه للدقيقه 80 كان واقف موطي. يعني انا بكلمك ايه المزايا اللي كانت عند كهربا وكانت عند بن شرقي، هم بيلعبوا في المركز كهربا دلوقتي بقى راس حربه، بس كانت ايه المزايا؟ عمرهم ما الكوره ناحيه اليمين وتلاقي مثلا بن شرقي واقف كده، هتلاقيه في ظهر المدافع يسبقه، ده يسبقه كمان ويجي قبليه. وكهربا لما كان بيلعب جناح طبعا هي دي خطوره الجناح، اصل انا هتجي لي الكوره اعمل بيها هنا، يعني انا سؤال انا واقف اقصى الشمال اعمل ايه؟ لا وجناح الخط ده خلص خلاص من الدنيا، ما حتى يعني لو جناح دايما زي ما خليفه جوه منطقه الجناح لو جيت لي من هناك ما انا هضطر ارفعها تاني. لا طب ما انا اخش ثلاث اربع خطوات وجناح الخط ممكن والكوره بتتحضر من ناحيتي. أيوة. لو انا بحضر الكوره من ناحيه الشمال والباك الشمال بتاعي زايد انا افتح له الملعب، انما الكوره رايحه ناحيه اليمين وراح من بدري على فكره بتتحضر بباص واثنين وثلاثه، انا واقف اعمل ايه؟ فده حاجه قاتله يعني حاجه بتثبت برضو ان اللي انا بقوله برضو يعني على قد ما اوسوريو ظالم ولكنه مظلوم. يعني انت بتتكلم برضو في وعي عند اللعيبه، لازم الزيادات والحاجات اللي زي دي تتم بشكل اوتوماتيك، انت لازم تخش المنطقه وتسجل. وزي ما قلنا انت سجلت في ماتش لقاء سموحه الاخير بالزياده دي، ازاي انت ما تكررش ده مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره؟ انت كل لقاء لازم تكون داخل جوه المنطقه مره واثنين وثلاثه واربعه، فدي مشكله. خلينا نتراه. طيب انا اتراه ان اوسوريو مش هيكمل بعد التوقف، مش هيكمل مع الزمالك.